الرمادي. شو عندك اغراض؟ لا، واحد اثنين ثلاثة. عن شو درسنا اليوم يا سارة؟ درسنا اليوم عن اللون الرمادي. رمادي؟ رمادي. رمادي. وشو عندك اغراض يا سارة باللون الرمادي؟ عندي بوند لونه رمادي. هذا اللون رمادي؟ ايه، هذا اللون رمادي. وانا عندي كمان دب لونه رمادي. هذا الدب لونه رمادي. دب لونه رمادي؟ ايه، هذا الدب لونه رمادي. شو عندك كمان يا سارة باللون الرمادي؟ عندي توب لونه رمادي. هذا التوب لونه رمادي؟ نعم، هذا التوب لونه رمادي. شو عندك يا منال؟ عندي علبة لونها رمادي. هاي العلبة لونها رمادي. هاي العلبة لونها رمادي. هاي العلبة لونها رمادي. شو عندك يا سارة كمان باللون الرمادي؟ عندي شنطة لونها رمادي. هاي حقيبة؟ شنطة حقيبة لونها رمادي. هاي لونها رمادي؟ نعم، هاي لونها رمادي. شو هاي يا منال؟ هاي حقيبة لونها رمادي. هاي شنطة حقيبة لونها رمادي. وهلأ بدنا نعيد مع بعض الأغراض يلي لونها رمادي. علبة رمادي، توب رمادي، دب رمادي، بوند رمادي، هاد رمادي وهاد رمادي. رمادي رمادي. ما تنسوا رفقاتي، كان درسنا اليوم عن اللون الرمادي. باي.